خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله اليوم غادي نعطيكم وصفه جديده كنقدم لكم فطائر معمرين بالخضره والكفته والزيتون وشويه ديال الهريسه نبداو على بركه الله في المقادير ديال ديال العجينه هي الاولى وكتجي هاد العجينه ديال البيتزا وبيها باش كنصوبو ديك الفطائر عندنا نص كيلو ديال الفورس رابعه ديال الفينو شويش ديال الزعتر شويش ديال الملحه شويش ديال الخميره معجونه بيضه كاس قل ربع ديال زيت البلديه وزيت الروميه ونص يطرو الحليب قل شويه هذا الشيء اللي احتاجنا من بعد ما جمعنا المقادير كاملين كنحصلوا على عجينه بهذا الشكل هذا رطيطبه وماشي قاصحه بزاف وماشي متلوقة بزاف كيف ما كتشوفوا قابطه راسها دابا كنحاولوا اننا نقسموا ديك العجينه انا قسمتها على ثلاثه ديال الكويرات دهنت يدي بالزيت شويه ديال الزيت وبديت كنجمعها على ثلاثه الكويرات باش غادي ننزلها ونغطيها وننزلها ترتاح شي شوية على ما ترتاح شي نص ساعة هكا كلها وابخي نولي عاوتاني نرجع ليها باش نكمل معاكم هانتوما كيف ما كتشوفوا راه ماشي مطلوقه ماشي جاريه وماشي قاصحه بزاف مهم قابطه راسها كتجي بحال لي غادي تصوبي لا ديال البيتزا يعني ما ما تجيكمش مطلوقه جاريه بزاف تكون قابطه راسها هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا خوتي وخواتاتي ديك المقادير عطاتنا هاد ثلاثة ديال ديال الكواور وانا غطيتهم بطريف ديال الميكا بلاستيك غدائي او بلاستيك ديال الثلاجه اللي كان متوفر عندكم غطيوها وخليوها ترتاح شوية على ما تطلق راسها ونصوبوها من بعد ما ارتاحت لينا العجينة وطلقات شي شوية مشينا كنخدموها على سطح العمل رشيناه بشويش ديال الطحين كيف ما كتشوفوا ديال الفينو وبدينا كنخدموها بالدلاك كنطلقوها خصنا نطلقوها مزيان مزيان تكون رقيقه ماشي غير نخليو هذه غليظه تطلق مزيان ما نخليوش لاباط بحال ديال البيتزا السمك ديالها نطلقوها من بعد ما كنطلقوها مزيان كيف ما شفتوا نطلقوها مزيان كيخصها تجي العجينه على هذا السمك هذا تجي رقيقه بزاف موراها كناخذوا مرشم على حسب القياس حنا اللي باغيين واش باغيينها تجي كبيره ولا صغيره وكنبداو نرشمو نقطعو في العجينه بحال هكا كيف ما كتشوفوا يعني الا بغيتوها كبيره تاخذوا مرشم كبير بغيتوها صغيره تاخذوا مرشم صغير انا كيعجبوني يكونوا صغيورين كيجيو كي حليلوين حتى في, في الحطه اللي عنده المرشم يخدمو اللي ما عندوش يدير يخدم بزلافه ولا كيما درت انا بالمغطايه ديال القهوه <applause> هذه هي الحشوه ديالنا شحرنا خيزو والزيتون والقرعه والكفيتة والعطريه ومعدنوس وزدنا عليها شويه ديال الهريسه وشويش ديال الزيت البلديه وشحرناها كامله وعطاتنا هذه النتيجه دابا كندوزو حاليا باش نعمروهم وهادي نعمروهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا بهذه الحشوه وكتجي رائعه الصراحه كتستحق تجربه منكم تجربوها وبالنسبه اللي ما كتعجبوش الكفته او لا ما يعني الكفته يمكن له يعوض الكفته ب بلا داند او لا بالدجاج حتى هي كتجي زوينه اللي بغى يديرها غير بالخضره بوحديتها بلا ما يزيد معها لا الحمله ولا الدجاج زعما لا كفته ماشي مشكل ولكن كتجي رائعه بالكفته وتا بالدجاج كتجي رائعه انا مجرباهم بجوجهم بالكفته وبالدجاج رائعين وكنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها ها نتوما كيف ما شفتوا في الفيديو يعني كديروا كد... كد الحشوه في الوسط وكنجمعوها كنجمعوا الجناب ديال العجينه بصبيعاتنا وكنوركوا عليها مزيان ومن بعد كنقلبوها بحال اللي كن كنبركوا عليها شويه بيدينا وابخي عاد كتبقاو نفلحوها بالموس كيف راه كيتوضح لكم دابا في الفيديو وتبارك الله هاد الكمية كتعطي المقادير هاد الكمية دي المقادير كتعطي كمية كبيرة من منهم حطوا لي تقريبا خمسين حبة وعاد شاط لي العجينة شاط لي درت عجينة كتر يعني شاط العجينة وخرجت من هاد الشي خمسين حبة كيف ما انا نعود معكم وحدة كديروا التعميرة في الوسط وكتجمعوا غير بصبيعاتكم الجناب كتورقوا عليهم مزيان باش كيتلاصقوا مزيان غير بالصبعان كيف ما كتشوفوا في الفيديو راها ساهله ماشي غير الصغار كيكون فيهم شويه ديال الوقوف يعني كيجيو حليلوين ولكن كت بحال اللي شويه كبابرين في البلاصه تساليوهم صغيورين حنا راه نزلوا لينا تبارك الله خمسين حبه في عينين الشيطان وكنزيلوهم بهاد الطريقه غير بالسكين كنبقاو نفلحوهم شويه وكندهنوا اللاطه بشويش ديال الزيت او اللي عنده يدير كاغيط ديال الفرن وينزل عليه هانتوما <applause> خوتي وخواتاتي كيف ما كتشوفوا راني يعني دابا ساليت عمر ليا هاد الطبسيل ومازال طبسيل واحد اخر كيجيو بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا كيجيو زويونين وحليلوين يرهم القوتا ولا اللي عندها شي عيد الميلاد بغات تزيدهم حتى هما تنزل لهم كييجيو مزيونين وبالصحه والراحه هذه هي النتيجه النهائيه ديالهم نتوما كتشوفوا كيفاش جاء هذه هي الكميه اللي خرجت لنا وعاد شاطنا العجينه تقريبا على النص ديال العجينه اللي شطت هذهين النص ديال العجينه اللي درنا ودابا هنفتح معكم وحده تشوفوها كي دايره هانتوما كيما كنت كتشوفوا كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وشكرا ولو عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي جيم ولي وتبارطاجيو مع اصحابكم وعائلاتكم وشكرا بزاف السلام عليكم